قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاين. مع العيش وغراني زهير هذي زاد والله معروفين احنا اسطورة ما نعرفوش يا خوتي. قال لك واحد البرلماني هكذا مغربي منتن يا خوتي جا عندنا للجزائر في واحد الاجتماع هكذا وتكلم حول العلاقات الثنائية الجزائر المغربية يا خوتي وبزاف امورات وكان يبكي. نعم كان يبكي ويقولهم علاش يا الجزائريين خليتوني نروح على طريق اسبانيا وبعديك نعدي على فرنسا وبعديك الطليان وبعديك تونس باش ندخل الجزائر. قالهم عيب عليكم وكذا ما عليناش هذه الامور كامله على بالنا بها يا المغربي باللي لازم انت دير رومبوا. لكن العجيب والغريب في الامر انه روح لبلاده بعد ما روح لبلاده بدا يكذب على الجزائريين بدا يفتري على الجزائريين. باش تعرفوا يا خوتي بانه جميع واحد يجي يتكلم لك بلسان حلو يعني من المغرب يتكلم في الجزائر بلسان حلو اعرفوا باللي راح يدور عليك اعرفوا باللي راح يخلق لك الديكيات اعرفوا باللي راح يعيش الشعب المغربي في الوهم. كي رجعوا شوفوا واش قالهم يا خاوتي شوفوا واش قالهم. ما تنساوش برك اللايكات اللايكات لانه راكم على بالكم هم سينيالي والفيديوهات تاع القناه كامل. تواق للعناق تواق لرفع الحدود لا الجويه ولا الارضيه. راكم تسمعوا يا خاوتي قال لك الشعب الجزائري طواق للعناق. يا الجزائريين راكم تواقون للعناق المراركة بواسين اليدين والرجلين. قال لك حنا المغرب والجزائر إلا استمرنا في الأخوة ديالنا التاريخية غادي نكون قوة ضاربة في الإقليم. ما شاء الله يا خوتي ما شاء الله ما على باليش شكون اللي راهم يقيسونا توجور ما على باليش شكون اللي راهم كيما نقولوا يتبلاو فينا يا خوتي. أبسط حاجة نظمنا الشان كل يوم الأكاذيب حول الشان كل يوم الأكاذيب حول الشان. أبسط حاجة ربحوا السنغاليين خي ربحوا المنتخب المحلي فرحوا بزاف يا خوتي وشوف تي في قلت لهم فريق العسكر خاسر وكذا ومن بعد يجيك يقول لك الجزائريين حابين يفتحوا الحدود وكذا بركة بلا ما تكذب وتخرى ترانا فايقين لك. نكونوا قوة ضاربة لا قاريا ولا دوليا ولكن هاد الناس الله يهديهم هذا كلامهم قالوا لي قول لي بلغهم سلامنا وقول لهم احنا الكلام اللي كتسمعوا فيكم في الحقد والكراهيه لا يمثلنا وماشي احنا. لذلك هذه دعوه لكم ومن خلالكم ايضا اننا اليوم في يد السياسه الجديده ديالنا اليوم وشعارها هو سعفنين سعفك كما قال دحمال الحراشي سعفنين سعفك ما يجروناش المستنقعات ديالهم. يا خوتي والله غير عايشين بينا والله حتى الأمثلة يجيبوه من عند المغنيين الجزائريين والله غير كارثة يا جدك عايشين بينا ومن بعد يحوسوا يكونوا خير منا ما فهمتش كيفاش هذه ما فهمتش يا أخوتي نحن الأصل والباقي تقليد من الأخر في الكلام الساقط وفي التدافع العقيم احنا ماشي أخلاقهم ولا على الأقل ماشي أخلاق هادوك اللي مسخرين. يا خوتي يا خوتي بيناتنا قبل ما نشوف رد بونيف على هذا الخانز بيناتنا شكون هما اللي راهم يتهجموا على الاخرين هل الجزائريين اللي تهجموا عليهم هذا هو سؤال مطروح الان. هل لقيتوا قناه جزائريه تتهجم عليهم بالطريقه اللي راهم يتهجموا هما علينا؟ القنوات الجزائريه كلها ترد عليهم فقط لا تتهجم ما تتهجمش نحن نرد عليكم ما نذبحوا لكمش العيب احنا لكن تخلطوا معنا تخلصوها. اسمعوا كيفاش رد عليه يا اخوتي مصطفى بونيف. وزين انا نسميه الكاذب الذي صدق كذبته. ردوا بالكم تعتقدوا اننا الجزائريين حنا عندنا ذاكره السمك الشبوط كما عندكم انتم رايحين ننساو اولادنا الذين قتلوا بدرون الكيان الصهيوني في محور الورقلة نواكشوط. فتوقف وكف عن الكذب من فضلك يعني انت جيتنا ضيف للجزائر رحبنا بك اهلا وسهلا بك مرحبا بك واللي جا معك اليوم وغدوه ما عندناش مشكل ولكن انها تصل الى درجه الكذب والضحك على ذقون الطيبين في المغرب وتروح تكذب عليهم وتقول من المسؤولين الجزائريين استقبلوني وقالوا لي باللي لا ما يقولوها لكش المسؤولين الجزائريين وعلى مسؤوليتي مستحيل يقولوها لك النواب تاع البرلمان ما يقولوها لكش لانهم ناس وطنيين المواطن البسيط ما يقولها لكش هذه قالها لك واحد يخدم في البلاكو بلاتر كاش مروكي لقيته في السي سي ذما كاش ما كان يلبس في حيط قالها لك
جيت رافد انت قناعه هنايا عندك في البلاد روح تقول لهم فيها. يا خاوتي على بالكم علاش جبدلوا حكايه البلاكو بلاطر وعلاش باش يقصفوا بانه المراركه راهم هما اللي يحتاجوا الجزائر. شكون اللي راهو يخدم عند الاخر؟ مش انتوما يا المراركه اللي جايين عندنا وتخدموا هنا في الجزائر؟ والدليل على انه كاين بزاف يعني يوتيوبر مراركه يا خاوتي يديروا فيديوهات حول المعيشه في الجزائر. نعم يديروا فيديوهات حول المعيشه في الجزائر لانهم اندهشوا من الفرق الشاسع والواسع بين المعيشه عندهم وعندنا. كلش باطل هنا في الجزائر، كلش باطل، حب من حب وكره من كره. جاوا لقاو المعيشه هنا آلاز انتيك راهم يسترزقوا والسلام عليكم، والجزائريين عندهم الكرامه، الجزائريين ماهوش هذاك العبد اللي راهم داروا لكم شغل صوره نمطيه عليه في عقولكم يا المراركه نظام المخزن. الجزائري والله ما كان شعب كريم كيفه، وما كان شعب ضد الظلم كيفه، وما كان شعب يخليك في المحنه تاعك كيفه. كابابل تصركش حاجه عندكم يا المراركه، تصركش حاجه هكذا اي حاجه، صدقني الشعب الجزائري هو الاول اللي يوقف معاك. لكن كاينه حاجه اللي لازم ديروها مليح في راسكم. الشعب الجزائري يسامح لكن لا ينسى، لا ينسى ابدا، ما ننساوش حنايا. شتو كل حاجه صغيره درتوها لنا حنا كجزائريين وقستونا بها ما راحش ننساوها، وهذه هي الغلطه الكبيره اللي راكم تديروا فيها. تعاملوا الجزائريين على اساس عندهم عقول سمك شبوط كما قالكم، على اساس نفس العقل اللي عندكم انتوما، لكن الجزائريين ما همش كيفكم وعمرهم لا يكونوا كيفكم، لانه الجزائري عنده النيف، لانه الجزائري ما يقبلش يجي الخليج هنا يتمتع، لانه الجزائري ما يقبلش يا خاوتي السياحه هذيك السياحهكم على بالكم، لانه الجزائري ما يقبلش قنصليه تاع بنو صهيون في بلاده. كاين فرق شاسع وواسع، كاين فرق شاسع وواسع، فهمت يا السي النائب؟ لذلك لا يمكن ابدا ان نجمع بلدين مختلفين تماما، مختلفين تماما يا خاوتي 360 درجه. والجاب الجاب، والجاب الواحد يا خاوتي ما يعرفش الانحطاط، ما يعرفش انه يهبط راسه الا لله وحده سبحانه. وشعب يبوس اليدين ويعبد بنادم كيفه كما كامل الناس، فرق شاسع وواسع. لذلك يا المراركه ريحوا ترونكيل، ما تزيدوش تخرجوا بالاكاذيب والاشاعات. يا النائب البرلماني راهم هما بعد اللي راهم حاضرين للمحاضره تاعك، على بالهم باللي راك تكذب، وعلى بالهم باللي ما كانش ولا مسؤول جزائري قال لك هذا الشيء، وعلى بالهم ما كانش ولا برلماني جزائري قال لك هذا الشيء. وانا من هذا المنبر نتحداك خويا جيب لي اسم واحد تاع كاش مسؤول جزائري اللي يتكلم معاك بتلك الطريقه. يا الخانز قال لك محبين الجزائريين يفتحوا الحدود، كشغل احنا اللي نحتاجوكم. مريض نتايا، انت اللي راك تحتاجنا، الشعب تاعك اللي راهو ضايع، الشعب تاعك اللي راهو جيعان، فهمتي مليح يا الخانز؟ وتحيا الجزائر دائما وابدا، وشكرا مصطفى بونيف على ردك، ومازال خير يا خوتي في فيديوهات قادمه. ما تنساوش فقط اللايكات لانه السينيال هبلونا به، والسلام عليكم خوتي. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.